الله جوج الفرق فريق الوداد البيضاوي اللي غيسجل هو داك اللاعب الحداد والثاني غيزيدو الكعبي ان شاء الله والمكانه عاوتاني غتفوتك والثالث شي غزال وطلع عاوتاني ديال المكانه ديال الديربي ديال الالي داك التيفو اللي طلعو هكا ما عرفناوش ديفو ولا تيفو الله يسمح لنا الفرقه مع الوداد مع الودادية بلا ما نوجهو لها رسالة أما فريق الرجاء خاصهم يديرو الشغال خاصهم باعين في دول ماشي باعين متقدمينش بزاف نفوز فريق الوداد البيضاوي حش معاه نفوز فريق الوداد البيضاوي فريق الوداد البيضاوي فريق عارف فهمتيني في الماتش اللي فات الأهلي كنا عندهم داروا والو الماتش هذا إن شاء الله راه غادي نربحوهم بشي 3-0 إن شاء الله ويداد غادي ماركي الكعبي غادي ماركي الدراري كاش ماركي الدراري كاملين ديما ويداد ديما ويداد وديما ويداد شنو رسالتك للجماهير؟ رسالة الجماهير الوداد نتمنى يدوز هذا الماتش هذا بنجاح مع رغم التعب ديال الجمهور وكذا وهادي التيفوات اللي كاينين التيفوات اللي كاينين عمرهم ما يطلعوا في حالهم الرجاء الى الابد حنا واعرين عليهم بزاف وعندنا نيفو عالي وهذا الشيء كله من التطبيق والعقلية احنا عندنا عقلية ديال ولاد البلاد واللي بغيت نقول لك عاش الوداد والنتيجة ديال المباراة راه باينة الوداد راه غادي تربح واخا ما يماركيوش راه ما بينا لهم النتيجة في المرة الأولى ضربناهم بالبيت التعادل ديالهم جابوه في الدوزة النيطال في الدقيقة 48 وإن شاء الله غادي يكسكوا هذه المباراة هذه النيطال الأولى غادي نخرجوا بكشر 4-0 ولا 3 إن شاء الله الحداد الكعبي شي غزوي عطا الله اوك اوك شنو رسالتكم للجماهير اليوم كيفاش كتشوفوا المباراه كنطلبوا من الجماهير الراجي يطلعوا شي لعيبه العالي بقى ما فهمناش ديك التيف ولا ديف ولا طلعوا لينا احنا راه باقي ما عرفناش حنا فريق الوداد البيضاوي يربح بجوج الزهور ان شاء الله هاي ماركي الكعبي والحداد لا اجواء زوينه بزاف وكنتمنوا نربحوا بجوج الزهور ان شاء الله بالنسبه للاجواء ديال الديربي كتكون مزيانه كما كتشوفوا دابا الحمد لله دابا راه بخير داكشي تطور الحمد لله بالنسبه للبوليس وكنطلبوا من الله سبحانه وتعالى بان الفرقات بجوج خاص ضروري تكون شي نتيجه زوينه ما يبقاش داك التعادل كما كنشوفوا حنا ديما التعادل فهمتي انا بغينا تكون فرقه وحده في يوم اللي غتكون ان شاء الله اليوم وشي نتيجه تكون كبيره ان شاء الله شي 3-0 ديما وداد وديما حمراء